يعني دوب جاتنا الطاقة الشمسية دي ريحتنا، بندوس على الزرار وتطلع المية، عملتنا مزاج دوك الواحد لما كنا نشغل المية عم خالد الأول كانت تقعد بالساعة وساعتين لغاية ما تخش الأرض. طب دلوقتي ربع ساعة تشغل الموتور تلقى المية دخلت الأرض. جابوا لنا المحصول الدور الرفيع وجاب إنتاج أكثر وفي نسبة بروتين عالية عالية للعلف تاع البهايم. إحنا بنستغل على إنذار المناخ المبكر. يعني أنت بدل ما كنت تاخذ 5 ساعات في اليوم دوب بتاخذ لك ساعتين وتزقي وتروح. تروح تتغدى وتاكل وتشرب وتنام. بعنا منها حاجة بنقسم منها على المدارس. عيل عايز لها حاجة، عايز لها كسوة. إحنا بالنسبة للمشروع عامة كله بصراحة خير.